أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم لوجوس تي في. أنا سعد مخيل سعد، ونقضي مع بعض ساعة للحديث عن لوجوس تي في، الرؤية المستقبلية، الاحتياج الحاضر ومسؤوليتنا نحو ذلك، وأيضا ماذا تعني لوجوس تي في لحضرتك وأسرتك وجيرانك والشعب القبطي في أنحاء العالم، وبالأخص في مصر وفي المهجر أيضا بطرق مختلفة، ومعناها بالنسبة لغير الأقباط من جميع الجنسيات اللي يمكنهم الاستماع ومشاهدة لوجوس تي في. أحب أن أدعوكم أيها الإخوة المشاهدين الأعزاء إلى صلوة من أجل أن ربنا يتمجد في هذه الساعة اللي هنقضيها مع بعض، وفي لوجوس تي في عموما، وفي حياتكم وحياتي وحياة العالم كله، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. أيها الآب السماوي، نأتي إليك في اتضاع وفي شكر، اتضاع من أجل خطايانا، وشكر من أجل الغفران الذي أعطيته لنا بسخائك، والفداء الذي كلفك التجسد والصليب والآلام. نشكرك لأنك أعطيتنا هذه العطايا العظمى والثمينة مجانا، ودعوتنا أن نكون شركاء في العمل معك لكي نمجد اسمك في حياتنا. نشكرك من أجل لوجوس تي في أنها بركة للآلاف بل ربما الملايين في أنحاء العالم، ونصلي يا رب من أجل هذا الوقت الساعة القادمة إنها تكون في حضرتك الإلهية، تتكلم أنت يا رب في ضمائرنا جميعا، المتكلم والمشاهدين، وإن الآثار بتاع هذه الساعة تكون للبركة وللنعمة وللاكتشاف وللتقدم ولمعرفة مسؤولية كل واحد منا نحو هذه الآلة الموجهة لخدمة ملكوت الله. استجب لنا أيضا في شفاعات القديسين، خصوصا المبشرين والإنجيليين الذين كرزوا باسمك في أنحاء الأرض، أن نكون متشبهين مثلهم ونقتفي أثار أقدامهم في لوجوس تي في. وأمنا العذراء القديسة مريم، استجبنا عندما نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، خبزنا كفافنا، خبزنا السماوي أعطنا اليوم وأعطنا كل يوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أعزائنا المشاهدين، مرت لوجوس تي في ب30 يوم عصيبة قاسية، حيرة، ارترقب، لا نعلم كما يقول الكتاب عن إبراهيم أبو الآباء وقدوة الإيمان أنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. السبب عدم المقدرة المالية على تسديد اشتراكات الساتلايت بالأخص نايل سات، وبالتالي
لعدم التسديد والتأخر في التسديد قطع الإرسال عن نقطة مهمة جدا، مساحة أرض مصر والشرق الأوسط، ودي مئات الألوف، بل ربما في بعض التقديرات العلمية هناك مليون شخص في مصر بيشاهد لوجوس تي في. انقطع عنهم هذا الإرسال لمدة شهر مارس لعدم الاقتدار المالي، وبالتالي قامت القناة بفند ريزنج بدعوة المشاهدين أو غير المشاهدين المهتمين بانتشار ملكوت الله وتوصيل رسالة الإنجيل تنفيذا لوصية الرب يسوع نفسه، اكرزوا للعالم، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فحصل دعوة لمدة شهر، نشكر الله حصل استجابة سخية من كثيرين، وقدرنا ان لوجوس تي في تسدد اشتراك او يكون عندها مبلغ تسدد بيه اشتراك نايل سات، وعاد الارسال نشكر الله امس او اول امس. هنشوف على الشاشة ترمومتر الفند ريزنج ونشرحه بعد قليل. نرجو الكنترول روم انها تبقى من ما تقدر تحطه على الشاشة عشان نشرحه، وهنروح من هنا ايه المستخريطة المستقبل. فربنا بعت إيراد نشكر الله عليه، ونشكر الإخوة والأخوات اللي ساهموا سواء بفتح اشتراك شهري من حساب البنك يتحول اوتوماتيكي شهريا للوجوس، وبالتالي لوجوس تقدر تعرف تبني ميزانيتها ومساهمتها في الساتلايتس العالمية ازاي، وتبرعات مرة واحدة يعني one time donation عن طريق فيزا او بشيكات جاية في البنك. عاوزين ندرس النهاردة اهمية لوجوس في التأكيد ونشر الهوية القبطية، أهمية لوجوس لإخواتنا في مصر، إن القصة بتاعتنا نحكيها من وجهة نظرنا، إن القصة بتاعتنا قصة الأقباط في مصر، قصة أقباط المهجر، قصة الحضارة القبطية، قصة الجراحات القبطية، خصوصا اللي حصل أسبوعيا وهنتكلم عنها بعد شوية، المأساة البشرية الإنسانية اللي حصل لمسيحية الشرق الأوسط، إن العالم بيتفرج والحكومات العربية بتتفرج أو بتؤدي دور أقل كثير من المفروض، أقل كثير من المطلوب، أقل بكثير من انتظارنا كأقباط لإخواتنا في المواطنة والمسؤولين الرسميين. إنما يجب أن يبدأ الموضوع أن احنا نقول قصتنا لأنفسنا. لهذا السبب كتب السنكسار، لهذا السبب حدث أن هناك بعض المؤرخين الأقباط كتبوا في 2000 سنة، عندنا مؤرخين من القرون الأولى إلى اليوم. النهاردة نقدر نقول قصتنا لأنفسنا في أنحاء العالم في نفس الوقت، وتطلع من لوجوس تي في بعد ما الملايين تتفرج عليها، تتحط على يوتيوب عشان ملايين آخرين يتفرجوا عليها، وتترجم للغات، وأيضا عندنا برامج بعضها بالإنجليزية يتحط يذاع ويتحط على يوتيوب عشان العالم غير الأقباط يتفرجوا عليه، غير الناطقين بالعربية يتفرجوا عليه. الهوية القبطية، الدفاع عن المظلومين، الدفاع عن حقوق الإنسان المهضومة المسلوبة، الدفاع عن المقتولين، الوحشية والبربرية اللي ظهرت في القرن 21 ضد الأقباط وضد السوريان وضد الأشوريين وضد المارون، البربرية دي اللي ليس لها بعضها ليس لها سابقة تاريخية غير من عصور
اللي لا نريد حتى أن نتذكرها، عصور المماليك، عصور الوثنيين دقلديانوس وغيره. هل ده القرن 21 اللي كنا بنأمل أنه يأتي بما يسمى الديمقراطية، بما يسمى حقوق الإنسان، بما يسمى كرامة الإنسان؟ أولادنا خصوصا في المهجر معزولين عن هذه القصة، لأن احنا ما عندناش حتى مادة نقولها لهم، لأن احنا ما هضمناش المادة، لأن احنا ما عندناش وحدة في استقبال المادة. عندنا وحدة في استقبال المادة، عندنا مصادر مشتركة إنما محدودة قليلة. ولو قفلت النهاردة لوجوس تي في هنفقد جزء كبير جدا من القصة القبطية، من الضمير القبطي المشترك، من الحياة القبطية المشتركة في أنحاء العالم، من روحانية القبطية اللي بتداولها الأقباط عندما كلهم يشتركوا في قداس واحد على التلفزيون في أنحاء العالم، ويرفعوا قلوبهم بالصلاة إلى عرش النعمة، إلى عرش الآب السماوي لكي يستجيب ويتحنن ويتنازل وينصف مختاريه من ظالميهم. نشوف الترمومتر على الشاشة علشان نشوف إنجازات الجمع العطاء في الشهر الأخير اللي هو شهر مارس. الترمومتر الأخضر أنا صعب رؤيته من عندي، مش عارف هل ممكن يتكبر شوية، إنما شايف الرقم التحتاني كام؟ 41,000 دولار اللي هو بالأخضر، وكان المطلوب كام؟ 160,000. 41,000 دي تبرعات جات في الفترة الماضية، كان المطلوب 160,000. 160,000 مطلوب لديون سابقة ناس سلفتها يعني إخوة أحباء غيورين سلفوها للوجوس تي في، أو المفروض تدفع لساتلايت، شركة الساتلايت ادت كريدت للوجوس تي في إلى أن تسدد هذا المبلغ. فلسه مطلوب من 41,000، يعني تقريبا 120,000 لسه مطلوبين عشان نبقى ايفن، متساويين بين المديونية والتبرع. الرقم الثاني اللي على الشاشة اللي هو الاشتراكات الشهرية، دي 27 ولا 37؟ 27,000 دولار الأخضر، مجموع الاشتراكات اللي دلوقتي حاليا لوجوس تي في بتتحول من بنوك الفردية، الحساب الفردي ل 27,000 دولار من المتبرعين يشكروا ومديونين لهم جدا، وربنا يكافئهم بكل عطية وبركة سمائية، سواء المشتركين الشهري زي اللي على الشاشة، أو المشتركين أو المتبرعين من وقت لآخر بفيزا أو بشيكات. فدلوقتي إحنا محتاجين ل60,000 دولار شهريا عشان يبقى فيه اطمئنان وثبات في دفع اشتراكات الساتلايت، وفي دفع المصاريف القناة من أجهزة بقى لها 6 سنين العمر الافتراضي بتاعها مشي من زمان ولازم تجديد، عشان يبقى جودة في التوصيل، وحتى مجرد التوصيل لأن في أجهزة ابتدت تبوظ وتغييرها بدون تبرعات صعب جدا. فإحنا قبل الجمع بتاع مارس كان تقريبا رقم تقريبا نص الرقم ده، أنا مش متأكد بالظبط، 27,000. فنشكر الذين استجابوا لدعوة لوجوس إن هم يعملوا اشتراكات من حسابهم في البنك شهريا، فوصلت دلوقتي ل 27,000، ربما كانت 14,000-15,000 في بداية الجمع. فنشكركم جدا 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 على الاستجابة، وإنما مطلوب نرتفع من 27,000 ل 60,000، وفي وصلنا ل 60,000 مش محتاجين لتبرعات استثنائية every now and then.
طبعا عمرنا يعني طبعا الكيرف هقول ايه، بلاش نتنبأ، احنا نسيب الموضوع لمشيئة الله ولكرمكم ومشاركتكم الروحية والأدبية والمالية والعاطفية ومشاركتكم في توصيل الرسالة. يعني في نوع من المشاركة يهمني جدا جدا، وهو ان من يسمع لوجوس تي في ويعجبه برنامج يقعد على مائدة العشاء مع أولاده يشرح لهم الأهمية، ولو أولاده بيشتغلوا عندهم إرادة يشجعهم يتبرعوا، حتى لو هم شخصين ما بيعرفوش عربي ممكن الابن أو الابنة تتبرع عشان الأقارب في مصر يستفادوا، يبقى معرفة إن خالتها في مصر هتستفاد. إذا البنت هنا اللي ربنا مديها إيراد شهري أو الولد من أولادنا يتبرعوا من أجل أقاربهم الكازنز اللي في مصر الجدود إلى آخره. معنا الأستاذ مجدي خليل على التليفون لكي يشترك معنا في هذا الحديث، وأشكرك يا أستاذ مجدي على استجابتك لدعوتي أنك تساهم معنا في هذا الحديث في هذه الأمسية. شكرا دكتور سعد، وشكرا يعني لقناة لوجس أن كنتوا يعني بتؤدي رسالة عظيمة الحقيقة، وإن شاء الله أنا واثق أنها تستمر الرسالة وهتتوسع الرسالة، لأن ناس كثيرة يعني عارفة أهمية الرسالة أنها توصل للناس. يعني أنا زي ما أقول لحضرتك، يعني لو رغم أنا بشتغل في مجال دفاع عن حقوق الأقباط، لكن لو قلت لي رتب أولويات أي حاجة أقول لك أول حاجة وصول كلمة الله إلى المتعطشين إليه قبل حتى لأن أول حاجة هي الكرازة، البشارة إن توصل كلمة ربنا للناس، الناس في كل مكان. أول شيء المفروض يتوجه إليه اهتمامنا وتبرعاتنا وكل شيء هي إن كلمة ربنا توصل لكل فرد، لكل فرد في كل مكان. هذه هي اولا ده طلب المسيح، ينبغي ان يبشر بالمسيح في كل مكان. وانا بقول بعد كده الدفاع عن المضطهدين، الدفاع عن المضطهدين، لانك انت بتدافع عن شعب، يعني مش بتدي فرد واحد، بتدافع عن شعب. لكن الاولويه بالنسبه لي حتى وانا في المجال الحقوقي ان كلمه ربنا توصل لكل فرد، لكل فرد وتمسه، لانك لو ربحت فرد واحد يبقى تستحق الاستثمار بالملايين. المسيح بنفسه مشي ساعات عشان فرد، فلو حتى الملايين لو استثمرتها في فرد واحد يستحق. يعني لو قناة في عمرها كله جابت فرد واحد للمسيح يبقى تستحق الاستثمار فيها، وانا واثق انها بتجيب كتير للمسيح. في تقدير علمي يا استاذ مجدي ان هناك مئات الالوف ان لم يكن مليون شخص بيتفرجوا على لوجوس تي في في الشرق الأوسط فقط، فما بالنا بالعالم القبطي. الولايات المتحدة فيها 500,000 موزعين بين أمريكا وكندا، أستراليا إلى آخره. هل في نظر حضرتك لما ندفع $13,000 اشتراك شهري لنايل سات عشان نزيع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها جمهورية مصر، هل 13,000 دي مبلغ جدير يتوجه لأسلوب آخر غير الإذاعة؟ هل في 13,000 نسمة بيستفادوا؟ هل لو يعني ما رأيك في هذا المبلغ؟ هل ده المبلغ ده مبالغ، يعني أقصد إكسبنسيف غالي؟ ده دكتور سعد ده مبلغ تافه، وصدقني لو أنا من القادرين واقول ان انا لو استثمرت للسنه كامله في لوجس ومن هذه القنوات التي توصل الرساله المسيحيه الحقيقيه للشرق الاوسط، اقول يبقى انا استثمرت في انسان، في 10 افراد، في 100 فرد، في 1000 فرد، في انعاش روح ده. هذا المبلغ تافه انك توصل رساله لملايين او لمئات الالاف توصل لهم
كلمة الله، توصل لهم معلومات، توصل لهم صحصحة روحية وصحصحة حقوقية، وتدي لهم الأمل وتبث لهم الرجاء وتبث لهم عدم الخوف من أي شيء، وتخليهم يلتفوا حول العالم القبطي، وتخليهم يرتبطوا بالداخل والمهجر. كل هذه الرسائل عشان 13,000 ده لا شيء. الناس اللي زي اليهود اللي بيعرفوا يستثمروا في الميديا، هم بيقول لك كده، بيقول لك ان افضل استثمار ممكن ان تضعه لأقلية ان تضعه استثمارا في السياسة وفي الاعلام. بمعنى كل دولار في استثمار على المستوى الفردي، لكي تستثمر على المستوى الفردي استثمر في التعليم لاولادك وفي البيزنس ديك، زي ما اليهود بيقول علم اولادك في احسن الجامعات واعمل بيزنس لنفسك، ده افضل استثمار فردي لاموالك. افضل استثمار على مستوى الأقلية لما يكون الأقليات لها توجهات هو الاستثمار في الإعلام وفي السياسة، أنك تستثمر في كافة أنواع السياسة. كل دولار بتستثمره بيعود على شعب كامل. في حاجة اسمها العائد الفردي يعود إليك كفرد، في العائد على الشعب، على الأقلية، على المجتمع ككل. بالنسبة للأقليات استثمر دولارك في الإعلام، استثمر دولارك في السياسة، سيعود على شعبك بأعلى نسبة استثمار ممكن أن تطع الدولار فيه، أعلى نسبة استثمار. يعني العائد بتاع 13,000 دولار اشتراك شهري في نايل سات، لو كسب تغيير موقف 13,000 واحد، ومجرد موقف مش عاوزين يعني أكتر منه يغير موقفه، يعني مثلا يسعى إلى التعاون بين المسيحيين والمسلمين في مصر بلغة جديدة، مثلا اللغة اللي ظهرت بعد 30 يونيو، ولو أن في مآسي بتحصل إلى الآن. وعاوز أسأل حضرتك عن الشابة ميري سامح جورج التي استشهدت يوم الجمعة 28 مارس 2014، وفي نفس المظاهرة المتأسلمة استشهدت الصحفية ميادة أشرف، والاثنين كانوا بيأدوا خدمات إنسانية. ماذا تعني لوجوس تي في لمثل حوادث هذه الاستشهادات؟ يعني أنا عاوز أقول لحضرتك، هو طبعا في فرق بين استشهاد الصحفية واستشهاد ميري. الصحفية استهدفت يعني رصاصة خطأ، سواء جاءت من الإخوان أو سواء جاءت من الشرطة، ولكن هذه الرصاصة جاءت في وسط صراع بين طرفين هم الإخوان وبين الدولة المصرية. لكن ماري استهدفت على هويتها. للأسف الشديد أغلب ما يستهدفوا من الأقباط في مصر يستهدفوا على الهوية الدينية. شافوا في عربيتها الصليب، استهدفوها بالسكاكين وبالرصاص وبكل شيء، وجاءت رصاصة قاتلة وقتل واستشهدت. طبعا ماري في أحسن مكان في العالم، ولكن عاوز أقول لحضرتك يعني مثلا الإعلام الغربي تجاهل تماما هذا. إحنا النهاردة منزلنا في الكوبتك سوليداريتي بيان عبر الانترناشنال ميديا هنا، وكالة توزيع الببليك ميديا والكريستيان ميديا، بعتنا 2 بريس ريليسز، وبنقول ان لماذا تجاهل الاعلام الغربي مثل هذه الحوادث اللي تعرض لها الاقباط؟ لماذا هذه ممكن اللي تخلع شعرها راسها في ايديهم دي كانت ممكن تثير العالم كله. الشخص اللي اسمه اللي في 15 ابريل 2013 صابر هلال، اللي حرك حيا في الخصوص، المفروض كانت تهز الضمير العالمي كله. شخص يحرك حيا، ينزل من العربية يقولوا اسمك مسيحي، قال لهم أنا مسيحي، يقدر يطعنوه بالسكاكين ثم يولعوا فيه ويحرك حيا. هذه حادثة احنا على فكرة حصلت بعد توحش الإسلاميين بعد 25 يناير 2011 وظهور الإسلاميين على الساحة. حدثت للأقباط حوادث نوعية لم تحدث منذ 1805، منذ تكوين الدولة الحديثة على يد محمد علي 1805. حوادث نوعية بمعنى انها لم تحدث قبل كده. كان صعد الاضطهاد مستمر، بعد مبارك كان الاضطهاد مستمر، لكن حوادث نوعية لبث الرعب في قلوب الاقباط عشان يخليهم يطفشوا من البلد. يعني حاجات يبث الرعب، زي اللي حصلت لصابر هلال، ده حرق صابر هلال، زي قطع اذن القبطي اللي هو ايمن انور متري في مارس 2011، زي الاسكندر توس اللي هو الحلاق اللي هو
ذبحوه وبعدين جرجروه في جرار زراعي عبر القريه، وبعد ما اتدفن طلعوه تاني من الدفن وما استلم جثته. حاجات دي ما كانتش بتحصل ابدا، زي الهجوم على القدريه في 17 ابريل 2013 ما حصلش قبل كده تاني، زي الهجوم الواسع على الكنائس اللي حصل في 14 اغسطس 2013 اكتر من 80,000 كنيسه، زي احداث ماسبيرو في 9 اكتوبر 2012 ادهس الاقباط بالمدرعات عشان يحرم الاقباط يطلعوا. يعني كانت ضربه حصل في مارس 2011 ان ضربوا قتلوا 11 قبطي في منشيه ناصر بالرصاص الحي من الشرطه والجيش، عشان كانوا قطعوا طريق الاستراد عاوزين يخوفوا الاقباط ما يطلعوش مظاهرات، ولقوا ان دي ما نفعتش فدهسوهم بالدبابات في 9 اكتوبر 2012 عشان يمنعوا. انا بعتبر ان ماسبيرو 2012 احدى الثورات القبطيه اللي هي جايه من ايام دخول العرب مصر 642. احنا ثورات الاقباط اللي هم تجاوزوا يمكن 20 ثوره صغيره وكبيره، اشهرهم ثوره البشمورين. انا بضيف ثوره ماسبيرو السلميه لهذه الثورات، وهذا رد الفعل من الدولة المصرية العميقة بأنها تدهسهم بالدبابات اللي هي المدرعات، يعني مش الدبابات، المدرعات المجنزرة بتاعتهم دي، يدهسوهم بالمدرعات عشان يموتوا 24 قبطي دهسا. هذا لم يحدث إلا في ميدان الصين، وفي ميدان الصين كان مختلف عن ده، لكن كانت في إطار تغيير شامل تحدي للدولة، ولكن الأقباط دول مجرد كانوا موجودين في حتة صغيرة جنب التلفزيون وبيطالبوا بحرية دينية، لكن كان عاوزين يدهسوهم عشان يكسروا الصوت القبطي انه ينكسر ما يطلعش ثورات تاني، لانهم حسوا ان الاقباط بعد ثورة 25 يناير خرجوا الى الشارع ويستطيعوا ان يكونوا رقما صعبا في المعادلة، فحبوا يكسروهم. زي ما بقول لحضرتك هناك حوادث نوعية حصلت. واخيرا الشهيدة ماري سامح جورج اللي وصلت للسماء واستقبلها المسيح والعذراء مريم والقديسين والملائكة، لأنها رايحة تودي دواء لإنسانة امرأة مسلمة مسنة، يعني بتفعل خيرا على خطى السيد المسيح له المجد، ولكن طبعا الشيطان له رأي آخر. أخ مجدي أنا شاكر حضرتك جدا جدا جدا. مجرد خطأ مطبعي، حضرتك قلت أن ماسبيرو 2012 هي 2011 و على ما اعتقد يعني 2011 9 اكتوبر 2011. اي فاشكرك جدا على مداخلتك، وارجو ان احنا نتحدث، ادعوك للمشاركه في برنامجي الحضاره القبطيه اللي هيكون من 7-9 مساء النهارده بعد هذا البرنامج. حبتصل بحضرتك عشان في نقطة مهمة أحب أخد استكمالا لموضوع حقوق الإنسان والاستشهاد اللي احنا بنعيشه هذه الأيام. فأشكر حضرتك الآن دكتور سعد، وأتمنى أن كل المشاهدين وإخواتنا المشاهدين في كل مكان، أتمنى من كل قلبي أن هم يعرفوا حقوق الله علينا. حقوق الله علينا مش أننا ما تصوروش احنا مش فريسيين عشان اقول له ادي ال10 دولار بتاعتك من المية هرميها لك في اي حتة. حقوق الله علينا ان احنا نستثمر اموال الله في الطريق الصح، وان احنا ندفع اموال ربنا ونكون حريصين على ان نحط اموال ربنا في الاتجاه الصح. وما افضل وما اجمل ان تصل كلمة ربنا الى كل انسان في العالم، وما أجمل أن تكون رسالة إعلامية مباشرة تصل إلى العالم، وما أجمل أن نكون نعطي بلا يعني ندي، نكون عندنا مسألة العطاء، وإن احنا ندي من وقتنا، ندي من جهدنا، ندي من صلواتنا، ندي من أموالنا، ندي من كل حاجة نعطي. ده في حتى جون بول سارتر اللي هو وجودي قال لك إذا فشلت أن تأخذ من الحياة جرب أن تعطي فتحيا. العطاء حياة يا دكتور سعد. وأتمنى أيضا على كنائس الأبرشية في وقت من وقت لآخر أن تدعم القناة، لأنها قناة الأبرشية من أبائنا الكهنة الموقرين في الكنائس في الأبرشية، أن أيضا يخصصوا جزء من حتى ولو بسيط في الشهر للقناة حتى تستمر رسالة القناة، لأنها رسالة المسيح ورسالة الأبرشية ورسالتنا كلنا تصل إلى كل المسكونة. أشكر حضرتك جدا وإلى لقاء في حديث آخر. شكرا جزيلا. أعزائنا المشاهدين، في نمرة التلفون على الشاشة، برجاء أنك تصلك الدعوة
أنا الخاطي بقول إنها دعوة إلهية، وده من وجهة نظري. ربنا يسامحني إذا كان هذا التعبير مبالغ فيه، إنما أنا أعتقد إنها دعوة المسيح، إنه لما بيقول لنا اذهبوا إلى العالم كله واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، لما بيقول في صلواته بيقول أريد أن يكون الجميع واحدا كما أننا نحن أيها الآب واحد، هو يريدنا واحد، وجزء من الوحدة أن كل الكنيسة في العالم تكون روح واحدة في عبادة واحدة، وبدل إحنا ما نتخيل أن إحنا بنصلي مع بعض، ده إحنا شايفين بعض بنصلي مع بعض. لما يبقى في قداس واحد، دلوقتي تفتح القناة لوجوس القنوات الأخرى تجد قداس في مكان ما في أنحاء العالم، أنا شخصيا بأجد شركة روحية وغذاء روحي يومي بالمشاركة في القداس الإلهي، مثلا بالليل عندنا هنا يكون في مصر الصبح. طب بيقال إن يكفي قناة واحدة في مصر، طب والقناة دي لما تتقفل لسبب أو لآخر، نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا متكلمش عن أموال معجزية هتقطم الظهر علشان نسددها، دي أموال زي ما قال الأخ مجدي خليل، هو استعبر تعمير إنها أموال تافهة، وده أنا أشاركه في هذا التعبير في هذا الوصف، لأن احنا بنقول دول محتاجين $60,000 في الشهر، ده معناه دولار واحد في السنة لكل قبطي في أمريكا في المتوسط، دولار واحد في السنة. أنا بستعمل هذا المقياس كحكم على هل إحنا ماشيين في مشروع يعني مدمر ماليا ولا مشروع في متناول اليد. إحنا 10-20 مليون قبطي في أنحاء العالم، عدة ملايين في المهجر، لو العدة ملايين في المهجر ده كل واحد دفع، كل واحد مقتدر، بلاش كل واحد دولار مرة في السنة، لو كل واحد مقتدر دفع $100 مرة في السنة، بس عشان نوصل الرسالة دي لعدد كافي. بص للترمومتر أيها أخ العزيز، دلوقتي احنا عندنا ربع المطلوب لتسديد الديون، وعندنا أقل من نص المطلوب للاشتراك الشهري عشان القافلة التخطيط. المسيح له المجد وضع لنا نموذج التخطيط لما قال المثل بتاع الملك يجلس أولا ويحسب هل يستطيع أن يواجه ب10,000 جندي العدو القادم ب15,000 ولا يطلب يكمبرومايز ويعمل صلح. لوجوس تي في بقالها 5-6 سنين مستمرة، البرنامج أثبت وجوده وكيانه لمدة 5-6 سنين، وجوده وكيانه والفيابيليتي المالية بتاعته. فإذا اضطرينا للوقوف في المرحلة دي وعدم الاستمرار، يبقى ده مش أصول، يبقى ده يعني مشكلتنا احنا، مشكلة ان احنا نمنع هذا الاستمرار. الأرشزياكون القديس حبيب جرجس ابتدى مجلة الكارما، كان ما يعادل لوجوس تي في النهاردة، كانت مجلة الكارما سنة 1907، من 107 سنين في مصر. البرينتينج كان هو ذا موست مودرن تكنولوجي، استمر من 1907 ل 1931، واغنياء الاقباط كانوا بيقضوا الصيف في اوروبا او يبعتوا اولادهم يتعلموا اوروبا، بمئات الاضعاف او الاف الاضعاف الفلوس اللي كان يدوها، كان مفروض يدوها تبرع لحبيب جرجس القديس عشان يستمر في رسالة مجلة الكارما، ولكنه لم يستطيع أن يستمر، وقفت 1931. عيب أن الأقباط كان عندهم مجلة و1931 وقفت المجلة بسبب عدم توفر
الشؤون، والفلوس دي راحت فين بعد كده؟ أخذها جمال عبد الناصر سنة 1952. العزب بتاعت الأقباط اللي كان القطر بيمشي فيها نص ساعة لواحد قبطي، ما هذا القبطي ما تبرعش للمشروعات القبطية والفلوس ضاعت. ليس هذا وقت تحليل التاريخ، إنما أنا بقول إن لازم يكون عندنا بعد نظر من أجل خير شعب الله، من أجل تنفيذ وصية الله عن وصول الإنجيل للعالم كله، من أجل المسؤولية اللي يضعها الله على كتفنا، وهي نيري خفيف وحملي هين ونيري خفيف. مسؤولية بسيطة جدا جدا، يعني كتابة شيك ب$100 ب$200 ب$1000، إذا كان ربنا مديلك إيراد شهري يؤهلك إنك تدفع للوجوس $1000 وإنت متأخر أيها الأخ العزيز، فكر في الموضوع مرة تانية. أدعو جيرانك، أدعو الأقاربك للتبرع، أدعو أولادك اللي هم تخرجوا وبيشتغلوا. النمرة الاشتراك على التليفون، ونرجو إن احنا نسمع أخبار سعيدة إن في ناس بتطلبنا دلوقتي وبتقول أنا مؤمن بلوجوس تي في، أنا مؤمن إن نستمر في رسالة الإنجيل توصلها للعالم كله. لوجوس فيها 4 أهداف، الهدف الأول الكرازة، الهدف الثاني التعليم، الهدف الثالث النواحي الطبية والعلاجية والشفاء، الهدف الرابع الدفاع عن المظلومين في أنحاء العالم، وبالأخص إخواتنا اللي تحت وطأة الاضطهاد البربري في مصر. الحادثة اللي حصلت للأخت ميري سامح جورج في عين شمس، ضاحية في القاهرة يوم الجمعة الماضي، وفتك بها فتك الوحوش الكاسرة، ناس تجردت من آدميتها، وده نموذج لأحد النماذج اللي حصلت في الـ30 الأخيرة. أبسط شيء نذيع هذه القصة، ننشر صورتها، ننشر القداس الجنائزي، الجنازة بتاعتها، عشان نشارك الأسرة الشعور، نشارك الأمة الشعور، عشان عواطفنا تتحرك أمام الله ويقول سمعت أنين شعبي في مصر ونزلت لأنقذهم. الذي بجراحاته شفينا، ليت جراحات اسكندر توس وميري سامح جورج و27 واحد اللي قتلوا في ماسبيرو ومئات غيرهم وآلاف الآلاف غيرهم من مسجونين ظلما في السجون، أو تغرموا مئات الألوف عشان التهمة الباطلة بتاعت ازدراء الأديان، والآخرين لا يشعرون بالأمان بالخروج من البيت. كل هذه تتطلب صلوات، كل هذه تتطلب حركة. نرجو ان احنا نسمع مكالمات على التليفون، ناس تكلمنا وتقول انا اتبرعت. وتقول الى جانب التبرع اسأل على طريقة الاشتراك الشهري على لوجوس تي في. لو رحت على الويب سايت هتلاقي الراوتينج نمبر بتاع البنك بتاع لوجوس تي في، حساب البنك، وممكن تعمل تحويل شهري ثابت لهذا الحساب. والشانل ويب سايت is logoschannel.com. هل الكنترول روم معايا على الخط؟ اوكي، فنرجو ان الاخوة المشاهدين يستجيبوا لهذا الطلب. في تعبيرات سلبية للأسف ساعات بتيجي،
أحد التعبيرات السلبية ليه عندنا 3 قنوات، غابي، كوبتيك تلفزيون، ولوجوس تي في. أحد التعبيرات السلبية المشروع ده مكلف ماليا. أحد التعبيرات السلبية سيب غيرك يدفع، أنت مش مضطر. والتعبيرات دي مش بس على لوجوس بالمناسبة، دي حتى للتبرع للكنائس. يعني لو رحت الأمين صندوق أي كنيسة، على الأقل كنائس المهجر اللي أنا احتكيت بيها وعارف يعني، وسألت هذا السؤال لأمين الصندوق، يقول لك أي 90% من التبرعات جاية من 10% من اللي بيحضروا الكنيسة. ده غير في 50% أقباط ما بيحضروش الكنيسة. إذن إحنا مقصرين في الوصول لل50% اللي ما بيحضروش الكنيسة وبيروحوا كنائس أخرى أو بيروحوش كنائس خالص، زائد مقصرين في الشرح لل90% اللي بيروحوا الكنيسة وما بيتبرعوش تبرع يذكر. فما بالنا بلوجوس تي في؟ فلوجوس تي في مش ناقصة تعبيرات سلبية أكتر من اللي بتتقال على التبرع للكنائس. فلازم كلنا يبقى تعبيراتنا إيجابية، وإلا كلنا هنضر، كنائس، مشروعات خيرية، مشروعات تعليمية، مشروعات إرسال حاجات عينية لمصر، مشروعات إعلامية غير لوجوس تي في. أتذكر وقت سنة 1968 ظهور العذراء في الزيتون 2 أبريل، ونحن نحتفل اليوم بهذه الذكرى السنوية المجيدة. النهاردة 2 أبريل، العذراء القديسة مريم والدة الإله شرفت مصر وباركت كنيسة الزيتون وباركت كل الشعب المصري وباركت العالم كله بحضورها النوراني الذي غير القلوب وفتح صفحة جديدة في مصر، الشعور بأن السماء تحتضن الأرض، بأن الله لم ينسى شعبه، بأن العذراء القديسة مريم التي سكنت في مصر ما يقرب من 3.5 سنين حسب التقليد عادت إلى مصر، أو هي في الواقع مقيمة في مصر روحيا، ومن وقت لآخر تجعل هذه الإقامة ظاهرة للناس. مجد عظيم. 2 أبريل 1968، بعد ذلك ب3 شهور أو أقل، 25 يونيو 1968 كان افتتاح الكاتدرائية الجديدة في العباسية، وعودة رفات بجزء من رفات القديس مرقس رسولنا الإنجيلي الشهيد إلى مصر من فينيسيا كهدية من الفاتيكان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مجد عظيم. كان ليا شرف حضور الاحتفال في الكاتدرائية، في حوش الكاتدرائية الحالية. الرئيس جمال عبد الناصر كان موجود، استضافه قداسة البابا القديس كيرلس السادس، الإمبراطور هيلاسلاسي، كبار رجال الدولة، وممثلين من كنائس العالم والشعوب إلى آخره. مجد عظيم. تحبوا تسمعوا تعبير سلبي أنا سمعته في الفترة بين المجد بتاع ظهور العذراء في الزيتون والمجد بتاع عودة رفات القديس ماري مرقس وافتتاح الكاتدرائية؟ 3 شهور مجيدة، معجزات شفاء، ضخامة العمارة القبطية ممثلة في الكاتدرائية الجديدة، التلاحم الإيجابي بين الكنيسة والدولة، جمال عبد الناصر وقداسة البابا كيرلس السادس. كان وقت جميل، نعمل ايه عشان يعود؟ انما بعض الناس عندها تعبيرات سلبية. انا مش بقول بعض الناس يعني عموما، انا هتكلم عن تعبير سلبي من قيادة عظيمة لها مني كل الاحترام الى الان بالرغم من التعبير السلبي ده. أنا بقوله ليه المثل ده؟ لأنه ينطبق على لوجوس تي في النهارده، مشابه للوجوس تي في النهارده.
حضرت اجتماع لخدام مدارس الأحد، كان حاضر حوالي 50-60 خادم يعتبروا منتقين من القيادات للقاء قيادة في مدارس الأحد. مش هقول حصل فين الاجتماع ولا في أي مدينة عشان ما حدش، أنا مش الهدف التشهير، أو أنا الهدف العلاج. ولذلك هقول أن كلنا، وأنا متأكد أن كل واحد من المستمعين عنده قصص مشابهة، ولذلك بقول أن مفيش داعي أن حد يتكلم سلبيا عن لوجس تي في ويعطل عملية التبرعات، لأن أي مشروع عظيم مثل بناء الكاتدرائية في العباسية كان له معارضين. قبل ما أرجع للموضوع ده أقول أن بناء دير مريمينا في صحراء مريوط لما البابا كيرلس السادس ابتدى سنة 1959 فور اعتلاء الكرسي البطريركي كان له معارضين، وأنا كنت بسمع الاعتراض على دير بناء دير مريمينا، مع أن البابا كيرلس قعد 10 سنين لم يبني فيهم غير عدة غرف. يعني الاعتراض حتى كان على أجزاء لا تقارن بما المجد اللي النهاردة في دير مريمينا في مريوط من ناحية الروحية والرهبانية والمعمارية، ما كانش فيه في حياة البابا كيرلس ولا 1% من الحاصل النهاردة. وحتى 1% ده لم يسلم من الكلام السلبي. هؤلاء الناس ما كانش عجبهم بناء الكاتدرائية، وقالوا لسنا في حاجة إلى كاتدرائيات. هذه الكلمة لسنا في حاجة إلى كاتدرائيات سمعتها من قيادة لها مني كل الاحترام. طب إيه تفسير الكلام ده؟ وكان في اجتماع لخدام مدارس الأحد، إيه التفسير؟ يعني لما لازم نحل الشخص ده على درجة عالية من التقوى، على درجة عالية من التكريس، على درجة عالية من العلم، مؤلف كتب، يعني لو جاز، مش عاوز استخدم تعبيرات عالمية اللي في ذهني دلوقتي، انما يعني له كل الاحترام. انما في اللحظة دي لا، مفيش حد كامل، كان عنده قصر نظر. يعني اجمل التفاسير للموقف ده انه كان عنده قصر نظر. قصر النظر بتاعه بيقول ان احنا مش في حاجة الى كاتدرائيات. طب المستمع المشاهد الآن، هل بناء الكاتدرائية في العباسية اللي بناها البابا كيرلس السادس بتأييد ومساعدة الحكومة اللي بتحتمل 10,000 نسمة زائد الناس اللي في الحوش، هل ده خير ولا مش خير؟ إنما الشخص ده كامل من مجاميعه ما عدا قصر نظر في الناحية المعمارية، قصر نظر في مكسب ان يكون عندنا كاتدرائية تزيد عن 1,000، لان الكاتدرائية القديمة في الأزبكية ما كانتش تستحمل 1,000-1,500 واحد. الكاتدرائية الحالية تستحمل 10,000 واحد زائد الحوش 10,000 تانيين، كذلك لوجوس تي في. هل نقول لسنا في حاجة الى قناة فضائية؟ هل نقول لسنا في حاجة إلى 3 قنوات فضائية، 2 في مصر وواحدة في أمريكا؟ هل الشعب القبطي في أنحاء العالم المنتشر يكفيه قناة أو 2 أو 3 أو 4؟ يعني جنوب كاليفورنيا فقط فيها ما يقرب يعني بالواية بين 80 و100,000 قبطي. هنقول إيه؟ لو كل واحد دفع دولار في الشهر في المتوسط في الشعب لوس أنجلوس فقط تتغطى مصاريف لوكس، دولار واحد في الشهر من كل واحد في لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا أصلا، فما بالنا العالم القبطي. عندنا دقائق الحقيقة، تليفون من الدكتورة فاتن موريس جرجس علشان نسألها عن معنى لوجوس تي في بالنسبة للهوية القبطية، عشان مضطرين نختم في 5 دقايق نخش على برنامج الحضارة القبطية. اتفضلي يا دكتور فاتن. مساء الخير، ان شاء الله يكون البرنامج كويس. قناة لوجوس بخير، وفي الواقع انا مبسوطة جدا ان احنا بنعمل بروجرام او برنامج علشان
نوعي الشعب القبطي بأهمية محطة الوقوف، وبالذات لنا احنا في المهجر، لأنه فقدان الهوية أحد مشاكلنا كبيرة جدا، وبيبان في المناقشات بتاعتنا وفي المشاكل اللي عندنا، وهل نتخلى عن الهوية القبطية نزوب ونفقد هذه الهوية ونفقد القيم الروحية بتاعتنا. وفي جزء من القيم الروحية بتاعتنا مرتبطة بالهوية القبطية ومرتبطة بالتاريخ الكنيسة، مرتبطة بحاجات كتير موجودة في تاريخ الكنيسة. وحتى لو احنا عايزين ندخل في مرحلة تغيير، لان احنا في بلاد المهجر، احنا محتاجين بلاتفورم، محتاجين حتة نتكلم فيها ونتناقش فيها كلنا مع بعض، مش كل واحد لوحده، لانه دلوقتي ده ما بقاش الزمن بتاع انه كل مجموعة تتكلم لوحدها، وما يبقاش فيه سياسة عامة لينا كلنا مع بعض نتفق فيها ونختلف فيها ونتكلم فيها مع بعض، زي الناس اللي هي زي الشعوب المتحضرة. وإحنا متحضرين ومن أعرق الشعوب، وعندنا حاجات كتير قوي نفتخر بيها. وأعتقد إنه قناة لوجوس كانت فعالة جدا في إنها توصل معلومات كتيرة لناس كتير، وتساعدنا في إن إحنا نتعرف على بعض ونتعرف على المشاكل اللي موجودة ونتناقش. وفي الواقع الحاجة الوحشة إنه مش كل الناس بتتفرج عليها، يعني بالعكس، هي لو في مشاهدة أكتر وفلوس أكتر بتيجي من الناس، دي حاجة كويسة جدا لينا احنا كشعب. يعني احنا لازم دايما ننمي حاجة احنا نشترك فيها مع بعض، مكان نتكلم فيه مع بعض، مكان نتناقش فيه مع بعض، مكان نختلف فيه مع بعض ونحل مشاكلنا. اعتقد انه يعني الحفاظ على الهوية والبرنامج، برنامج مثلا زي البرنامج اللي حضرتك تعمله يا دكتور سعد للهوية القبطية وللحضارة القبطية، برنامج مهم جدا لشبابنا ولأولادنا عشان يفتخروا بحضارتهم ويعرفوا تاريخهم ويقدروا يكملوا مشوارهم وهم فاهمين أهمية الحضارة وأهمية التاريخ وأهمية الكنيسة وأهمية قوانين الكنيسة وليه حصلت، وكل حاجة من الحاجات دي بتتعرض في البرنامج. وأنا في الواقع يعني بقى أشجع كل واحد إنه هو يتبرع ولو جزء صغير، بجزء صغير، لأن ده حاجة حضارية ودينية واجتماعية عظيمة جدا بالنسبة لنا، وما يصحش أبدا إن احنا نقلل من شأنها، لأن زي ما بقول ده مكان احنا كلنا نتقابل فيه. أما نشيل حاجة زي كده، احنا بندعو الانفصال، بندعو إن كل مجموعة تيجي تتكلم مع بعض ويبقى فيه اختلاف، مفيش حتة واحدة لينا كلنا نتكلم فيها مع بعض. ولو في ثلاث محطات، يعني ثلاث محطات دول بابليك، يعني كل الناس بتتفرج عليهم، كل الناس بتشترك فيهم، بيقدروا يتكلموا مع بعض برضو بطريقة بحيث ان كل الناس تشوف. فانا يعني definitely من وجهة نظري ومن وجهة نظر الابحاث اللي انا عملتها، انا شايفة انه بالعكس قناة لوجوس ليها قيمة عظيمة جدا جدا جدا، وبتمنى انها تستمر، وبتمنى انها تكبر، وبتمنى ان كل واحد يتفرج عليها ويشترك فيها ويشجع اولاده انهم يتفرجوا عليها، وان احنا نصلحها، وإن كان فيها حاجة مش حلوة نخليها أحلى وأحسن. في أفكار وفي شباب وفي حاجات كتير ممكن نعملها. ده مكان للتطوير، مكان للتغيير، مكان للمناقشة، مكان عظيم ربنا خلقه لنا. يعني دي حاجة أحد النعم، لما نرفض نعمة ربنا ادهلنا إن احنا نقدر كلنا النهاردة يبقى فيه ساتلايت تلفزيون كلنا بنتفرج عليه في نفس الوقت، وبنشترك في المناقشة في نفس الوقت، اعتقد ان دي بركه كبيره، واعتقد انه حرام ان احنا نوقف بركه زي كده او نرفض نعمه زي كده. اشكرك جدا 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 دكتوره فاتن، ده تعبير جميل اللي حضرتك ختمتي بيه، وهو ان ربما خطيه ان احنا ما نتبرعش، ربما خطيه ان احنا ما نعملش خير، من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. ربما الخطية ان الواحد ما تبرعش العشور مثلا او جزء على حد بطاقته، انما ما اقصدش ان خطية لو الواحد ما تبرعش اللوجوس بالاخص. طبعا الامر متروك ومفتوح ومنتهى الحرية الاختيارية توزيع العشور على اي بنود، بس اعتقد ان من الخطية ان الواحد يتكلم كلام سلبي على مشروع يخدم الكرازة. وفي نفس الوقت إذا كنت أيها المشاهد العزيز مبسوط من لوجوس، فأرجو أنك تفكر أنك تطلب النمرة اللي على الشاشة 818-342-3388 وتدي نمرة حسابك في البنك، وممكن يساعدوك في أنك تعمل اشتراك شهري. جرب سنة، جرب سنتين، وشوف الفلوس بتاعتك الاستثمار بتاعها إيه.
كم واحد في أنحاء العالم هيعرفوا المسيح عن طريق قناة لوجوس؟ في أمثلة كتيرة جدا بنسمعها وبنقابلها من هؤلاء العينات، إن خدمة التلفزيون جابتهم للمسيح، أيقظت ضمائرهم من الحياة الخاطئة. أنا شخصيا بستفاد جدا 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 لو عندي وقت أقضيه قصاد لوجوس، أتعلم من العظات والترانيم الروحية الجميلة والألحان الجميلة والقداسات المعزية الحارة. مكسب، مكسب. أدفع فيه إيه؟ دولار في اليوم؟ يعني 300 دولار، 365 دولار في السنة، دولار في اليوم عشان أخد أشرب الحياة الروحية شرب؟ يعني ربنا بعت لي معلقة فيها الدواء وفيها الغذاء في مقابل دولار أدفعه في اليوم؟ يا بلاش. أيها المشاهد العزيز، ننتقل سريعا الآن إلى برنامج الحضارة القبطية من 7-9 مساء توقيت لوس أنجلوس، الثلاثاء الأول من كل شهر، ولكن نرجو أنك تستجيب لهذه الدعوة وتفكر جديا في أنك تساهم ماليا. ربنا يباركك ويعوضك 100 ضعف في هذا الدهر وفي الدهر الآتي، الحال أبدية، محبة واحترام.